السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي مدارس بدر تايجرز الخاصة، تحية طيبة. النهاردة بإذن الله في مادة الدراسات الاجتماعية هنتكلم عن الرعي والثروة الحيوانية والمعادن والطاقة. نبدأ بالرعي، طبعا نوعين، بدائي وتجاري. الرعي البدائي طبعا بيسود صحاري العالم، ولكن قل عدد العاملين في الرعي البدائي مؤخرا وخاصة في قارة آسيا، وذلك بسبب إيه؟ بسبب توطين البدو وتغيير النشاط وانتشار التعليم وتدفق البترول. أما الرعي التجاري طبعا فبينتشر في مناطق الحشائش القصيرة اللي هي البراري في أمريكا الشمالية ومناطق الاستيبس. هذا الرعي طبعا بيسود عدم اختلاط الحيوانات والتخصص في حيوان المرعى، والهدف منه الربح التجاري. لما اجي اتكلم عن الموارد الحيوانيه هتكلم عن الابقار والاغنام. الابقار طبعا هنا يعني المصدر الاول للمنتجات الحيوانيه في العالم. اكبر قارات العالم في انتاج الابقار او في تربيه الابقار هي قاره اسيا، داخله معايا طبعا بقول الدول الهند، ثاني القارات امريكا الجنوبيه. لما اجي اتكلم على حيوانات الاغنام اللي بترتبط بالحشائش في العالم، فهقول ان اكبر القارات هي اسيا، طبعا اولى دول الانتاج او تربيه الاغنام في العالم هي الصين، يليها الهند، يليها استراليا. طبعا الصين بتشتهر جدا بتربيه الاغنام بسبب توافر الحشائش اللازمه لغذاء الاغنام. اما المنتجات الحيوانيه طبعا اللحوم فبدات تدخل معايا بنسبه كبيره في التجاره الدوليه وهي 80%. طبعا زاد استهلاك العالم من اللحوم ودخلت بالتجاره الدوليه ب 8%، دي نسبه كبيره جدا بسبب ارتفاع مستوى المعيشه. أولى الدول في الإنتاج الصين، ومعظم إنتاجها من لحوم الخنازير، يليها الولايات المتحدة. لما أجي أتكلم على الألبان طبعا هو المنتج الثاني للثروة الحيوانية. أولى الدول طبعا هي أولى دول الأبقار، بديهي إنها تبقى أولى دول الألبان اللي هي الهند، والتانية في الألبان الولايات المتحدة. مصر رغم أنها بتنتج 6 مليون طن من الألبان سنويا، إلا أن الإنتاج لا يكفي حاجة السكان بسبب الزيادة السكانية. لما اجي اتكلم على الاصواف طبعا اكبر دول العالم في انتاج الاصواف هي استراليا بشهرتها في تربيه اغنام المارينو. الجلود ايضا مهمه لانها تقوم عليها العديد من الصناعات التقليديه. اما الدواجن طبعا فبتربى من اجل اللحوم والبيض. اكبر الدول في انتاج الدواجن هي الولايات المتحده والثانيه الصين. اجي بقى اتكلم طبعا على الاسماك، فهذا النشاط بينتشر على سواحل القارات بسبب توافر الغذاء والتقاء التيارات البحرية. عندي طبعا العديد من العوامل الطبيعية والبشرية اللي بتتحكم في الثروة السمكية، مثل ضحالة المياه والتقاء التيارات البحرية وتوافر الموانئ لرصف السفن. أيضا عندي الخبرات الفنية والعلمية وتوافر أدوات الصيد والتلاجات والتوسع في تربية الأسماك وفق أسس علمية. طبعا نصف انتاج السمكي في العالم بيجي من المياه المالحه والثلث من المزارع السمكيه والباقي من المياه العذبه. اكبر دول العالم انتاجا للاسماك هي الصين، يليها اندونيسيا، ثم الولايات المتحده. اما اهم الدول المصدره الصين والنرويج وتايلاند. طبعا عندي انواع اخرى الى جانب الاسماك زي القشريات، قشريات زي الجمبري، والرخويات زي السبيط. ايضا بعض الدول بتقوم بصيد الحيتان للحصول على اللحوم والشحوم. لما اجي اتكلم بقى على المعادن ومصادر الطاقه في العالم، النشاط التعديني واستخراج المعادن من باطن الارض. طبعا عمليه التعدين بتسبقها عمليات اخرى زي البحث والتنقيب واقامه مساكن للعمال ومد خطوط للسكك الحديديه والنقل والتوزيع. طبعا انا عندي حوالي اكتر من 2000 معدن في العالم، الانسان بيستخدم منها 200 معدن فقط. اول معدن هتكلم عنه هو معدن الحديد. الحديد بيدخل في معظم الصناعات الثقيلة زي السيارات وزي الحديد والصلب وغيرها. أكبر دول العالم في إنتاج الحديد هي الصين، ليها أستراليا. من الدول النامية بقى اللي بتصدر الحديد خام دولة موريتانيا. الحديد طبعا هنا لزيادة الإقبال عليه بيدخل بنسبة 30% في التجارة الدولية. الدول المستوردة زي اليابان وبريطانيا. تاني معدن هتكلم عنه هو النحاس، بيدخل في صناعة الأسلاك وأدوات الكهرباء. أولى الدول في الإنتاج النحاس شيلي. أما معدن البوكسايت وهو الخام الرئيسي لصناعة الألومنيوم، فأولى الدول المنتجة للبوكسايت هي أستراليا. طبعا الولايات المتحدة هي أكبر دول إنتاج الألومنيوم رغم من فقرها للبوكسايت بسبب توافر مقومات الصناعة زي الطاقة الكهرومائية والأيدي العاملة الخبيرة والسوق.
مصادر الطاقة، طبعا الطاقة مهمة جدا لأنها القوة المحركة لحياة الإنسان. لما أجي أتكلم على الفحم، طبعا الفحم كان يعني شعار الثورة الصناعية، وكان بيستخدم جدا طبعا على نطاق واسع في القرن الـ18 لأن ظهر البترول فيما بعد. الإنتاج طبعا أوروبا وآسيا بينتجوا مع بعض 3/4 إنتاج العالم، يليهم أمريكا الشمالية، لكن أكبر دول العالم في إنتاج الفحم الصين، يليها الولايات المتحدة. أجي أتكلم على البترول، طبعا بيتم تكريره وخروج العديد من المشتقات منه. البترول طبعا بيرتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبيتحكم أيضا بالعلاقات السياسية. هو والغاز بيمثلوا مع بعض 55% من جملة الطاقة في العالم. البترول أسعاره في زيادة مستمرة بسبب زيادة الطلب عليه. وأكبر دول العالم في إنتاج البترول هي السعودية، يليها روسيا، يليها الولايات المتحدة. دول الخليج العربي مجتمعة بتساهم 47%. نيجي بقى يا شباب نتكلم عن الغاز الطبيعي. هو عبارة عن غازات موجودة في مسام الصخور أو في باطن الأرض، يا إما بيجي مع البترول يا إما منفرد. الغاز الطبيعي طبعا أقل تلويثا للبيئة ورخيص الثمن، وبيستخدم طبعا على نطاق واسع جدا كوقود للسيارات أو الاستخدامات المنزلية أو توليد الطاقة الكهرومائية. طبعا هنا أكبر الدول في إنتاج الغاز الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا لما أجي أتكلم عن الطاقة النووية، من المحطات النووية السلمية أكبر قارات العالم في إنتاج الطاقة النووية أوروبا، يليها أمريكا الشمالية. أما طاقة الرياح طبعا فأوروبا بتستحوذ عليها، المركز الأول فرنسا وبريطانيا، يليها الولايات المتحدة. عندي 5 دول عربية بتنتج الطاقة الكهرومائية من الرياح مثل مصر والمغرب. عندي بقى طبعا مصادر أخرى للطاقة، وهي الطاقة المتجددة زي المد والجزر والرياح وغيرها. طبعا الدول اللي بتنتجها زي بريطانيا وفرنسا واليابان، ومصر أيضا من الدول العربية اللي بتنتج لي هذا النوع من أنواع الطاقة. تعالوا بقى كده إيه نختمها بدرس صغير جدا عن التاريخ، وهو مصر والصراع العربي الإسرائيلي. طبعا السادات عمل إيه بعد حرب 73؟ فضل من 73 ل77 إسرائيل يعني اللي هو مش راضية إنها ترجع له سيناء رغم انتصاره في الحرب. السادات هنا طبعا بادر بزيارته الفريدة لإسرائيل سنة 77 لنداء لكل شعوب العالم علشان يأيدوه في مبدأ تحقيق السلام. نجحت جدا مبادرة السادات في الذهاب لإسرائيل، بل أنها مهدت للتفاوض مع إسرائيل. يليها طبعا بعدها بسنة بالضبط كان مؤتمر كامب ديفيد. مؤتمر كامب ديفيد ده كان برعاية أمريكية، حيث أنه دعا إليه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، حيث أن السادات ومناحم بيجن، طبعا مناحم بيجن كان في الوقت ده رئيس وزراء دولة إسرائيل، قعد طبعا هو والرئيس الأمريكي والرئيس المصري العظيم محمد أنور السادات، مما أدى إلى توصل إلى إطار اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. طبعا هنا بقى معاهدة السلام. معاهدة السلام برضو يا شباب كانت برعاية أمريكية. معاهدة السلام طبعا أدت إلى انسحاب إسرائيل من سيناء، إلا طبعا ده بنودها، انسحاب البنود بتاعتها، انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء، إنهاء حالة الحرب بين مصر وبين إسرائيل، واحترام كل طرف للآخر، وإقامة علاقات ودية بين البلدين على المستوى الثقافي والاقتصادي والسياسي، وإقامة مناطق محدودة السلاح، المقصود هنا أرض سيناء، وحرية الملاحة في الممرات الدولية، والتفاوض بشأن إنشاء مناطق الحكم الذاتي للفلسطينيين، وتطبيق قرار مجلس الأمن 242. طبعا انسحبت بالفعل إسرائيل من سيناء طبقا لمعاهدة السلام، ولكن عدا طابة، قالوا احنا عاملين فندق هناك، فندق سونيستا، مش هنسيب طابة، وطابة دي من حقنا، ودي يعني كم كيلو وصغيرة جدا. رفع العلم المصري فوق سيناء سنة 1982، ولكن الرئيس مبارك الأسبق أصر على استعادة طابة. لجأت مصر طبعا للتحكيم الدولي لاستعادة طابة، رفعت قضية في محكمة العدل الدولية اللي موجودة في لاهاي في هولندا، وتم التحكيم طبعا لصالح مصر، واستعادت مصر طابة، ورفع العلم المصري على أرض طابة سنة 89.
هتكلم عن مؤتمر مدريد اللي كان برعاية أمريكية وروسية، وكان شعاره الأرض مقابل السلام. طبعا هنا أوصوا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بفلسطين وإسرائيل. طبعا داخل مؤتمر مدريد حدثت مفاوضات سرية أثمرت عن اتفاقية اسمها اتفاقية أوسلو، سميت بذلك لأن التمهيدات بتاعتها كانت في العاصمة النرويجية أوسلو. واتفاقية أوسلو طبعا هنا يعني مصر أيدت فيها حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة، وأيدت أيضا انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وإقامة سلطة وطنية فلسطينية. السؤال هنا بقى، هل السلام مزايا؟ السلام كله مزايا. تحية المسلمين، السلام عليكم. تحية أخواتنا الأقباط، الله محبة جاية برضو من السلام. السلام كله مزايا، وأوصت جميع الأديان السماوية على السلام. السلام من ضمن مزاياه تحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي، دفع عجلة التنمية، تشجيع الاستثمارات وتنشيط السياحة وإقامة مشروعات وطنية. لولا أن مصر دولة فيها استقرار داخلي ودولة آمنة وفي رباط إلى يوم الدين، ما كناش قدرنا أن احنا نعمل احتفالات عالمية زي اللي شاهدناها من أسبوعين لو احتفال نقل المومياوات. لو ما كانتش مصر دولة بيسودها السلام، ما كناش شهدنا هذا الاحتفال بهذا الشكل العالمي المشرف. فطبعا السلام له العديد من المزايا، واللهم اجعلنا في سلام واجعل دولتنا في سلام إلى يوم الدين. انتهى درس النهاردة، ولنا لقاء آخر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.